سلام، اليوم جيت ننصحكم بواحد الفيلم اللي الا تفرجتي له غادي يقدر يفيدك ويفيد حياتكم كاملين بكم انت والناس كاملين اللي كيتفرجوا في هذا الفيديو. هو واحد الفيلم زوين صراحة، كيوطد العلاقات الإنسانية، فيه قيم إنسانية زوينة من حيث الصداقة، الحب، الحقيقة، المال شنو القيمة دياله في الحياة، كثير كثير من القيم الإنسانية. هذا الفيلم هو واعر صراحة، فيه كذلك تحفيز، كيحفزك كيفاش تتعامل مع القراية ديالك، كيفاش خصك تاخذ الأمور بجدية ولا ماشي بجدية، كيفاش تتعامل مع الناس. هو هذا الفيلم صراحة واعر واعر غزال، عجبني أنايا، تفرجت له المرة الأولى والثانية ودابا ناوي نتفرج له المرة الثالثة، ما مليتش منه. هو ساهل ساهل دغيا كتفهمو، القصة ديالو واضحة، فيه 2 ساعات ونص ديال الترفيه، فيه حتى الفكاهة، الفكاهة ديالو واعرة. هو واحد الفيلم هندي ديال عامر خان، سميتو تري ايديو، يعني 3 ديال البلهاء. هو هذا الفيلم غزال. اذا ما نطولش عليكم، غادي نخلي لكم لتحت في واحد السهم، غير كليكي، غادي تكليكي في واحد اللين تمينا، غادي يبان لك في الوصف، ادخل وتفرج في الفيلم على خاطرك وخواطرك. انا ما كنقولكش سير تفرج له دابا حيت انت مشغول ولا هادي، اذا حتى تكون مسالي مع راسك وناوي تفرج في فيلم، انا كنصحك بهذا الفيلم، ما كنقولكش تفرج بزاز منك. ولا كنتي تفرجتي له عاودو، راه زوين زوين بزاف، كيوصل العلاقات الإنسانية، كيحيي فيك الإنسانية، وكيحفزك، وكذلك كيوريك الطريق الصحيحة من الطريق الغلط. إذن ما تنساوش، أول مرة غادي نقول لكم ديروا اشتراك، ديروا أبوني، ديروا جيم وكومنتير.